هذا المشروع فيه شبان ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بالإمكانيات ديالهم الخاصة استطاعوا يتعلموا هذه المهنة ديال الحلويات، ولكن هذا المشروع ما كانش كيمكن له يكون لولا واحد العدد تدخل ديال العدد ديال المحسنين وديال العدد ديال المواطنين من مدينة فاس اللي حقيقة ساهموا في هذا المشروع. وتنخص بالذكر صراحة أولا السلطات المحلية فيما يتعلق بالرخص ساعدوا هذا الشبان، ولكن صاحب المشروع اللي هو السي محمد السباعي حنا كنقدم له واحد التحية كبيرة لأنه ضحى واحد التضحية كبيرة ماديا ومعنويا بالمال والجهد وجميع العمال ديالو وجميع حتى استطاع هذا المشروع يوقف، وأنا تنحييه من هذا المنبر هذا. وكنطلب ان المغرب يكون فيه واحد الناس اللي في المستوى ديال السي محمد السباعي اللي باغيته هو ان شاء الله الرحمن الرحيم يوصل، وكنطلب الله سبحانه وتعالى ان يعطيه ان شاء الله باغي يخدم ويوصل ان شاء الله انه حتى هو يكون عنده واحد المستقبل كبير. والتواصل بحال اللي شتي بالاشارات، ولكن تيكتبوا تعرفوا العربية تعرفوا الفرنسية كي تيكتبوا تعرفوا يوزنوا تعرفوا يكتبوا تعرفوا يديروا كل شيء، ولكن هاد المجهودات كلها وما داروها مجهودات خاصة بالأولياء ديالهم اللي قراوهم في جمعيات اللي هما سهروا عليها. وبهاد المناسبة نطلب من الدولة المغربية أنها تساعد هاد الشباب لأنهم كيبغيو يكملوا القراية ديالهم. هذه أولا هذه مبادرة طيبة، وكنظن بان لا ميزون الوحيده والاولى في المغرب اللي كانت عندها لا باز على الصم والبكم، واللي كيتواجدوا معنا اربعه ديال الاشخاص ديال الصم والبكم. عندنا الشيف جينيرال، عندنا تهدانيت بالصم والبكم، وهذه من الصم والبكم، والبنت راها الفوق في لافينيسيون حتى هي من الصم والبكم. وبالنسبه للخدمه معاهم عادي يعني خص يكون لي سبري ديكيب. اذا كان عندك لي سبري ديكيب سواء مع الصم والبكم سواء مع العادي، يعني فيهم واحد الروح حتى هما كيبغيو يتعاونوا، وكتمشي معاهم الخدمه سلسه مزيان عادي. ولكن خدموا بالاشاره خلاص، عارفين اللي عارفين اللي برودوي السميات ديالهم، ديجا عندهم تكوين، يعني كتقول له غير هيك يشوف شنو كتخدم كيعرف باش يكملها، حتى هو كيتساعد معاك.